نمو اقتصادي 2 أو 3 وجات لنا جائحة كورونا، كان مؤكد هنعمل معدل نمو اقتصادي بالسالب زي معظم اقتصادات العالم. الأمر الثاني إنه الحقيقة الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا كانت بتتعامل بقدر عالي من الواقعية. بمعنى إنه إحنا الوضع الاقتصادي صحيح بيتحرك في الاتجاه الإيجابي بس لم نصل بعد للمستوى اللي إحنا بنتمناه. وحال المواطن كمان الحقيقة حال ما هوش باليسر. يعني احنا كمجتمع ما نقدرش نقفل على نفسنا 2 أو 3 شهور يبقى الوضع الاقتصادي تقصد حضرتك الغلق التام زي ما حصل في بعض الدول. تمام. فاحنا الحكومه المصريه الحقيقه بتتعامل بواقعيه. فطبعا مزيد من الاجراءات الاحترازيه، لكن فكره اغلاق الاقتصاد اغلاق المجتمع والفتره زمنيه طويله ده ياثر على مصر، لانه مصر دوله كبيره 100 مليون وده في حد ذاته تحدي كبير، ودولة بتنمو كل سنة 2.5%، تحدي كبير. وبالتالي أنا كنت بحارب مؤشرات اقتصادية زي معدل البطالة بنزل من 13% ل 7-7.5%. مسألة إنه يرجع معايا تاني معدل البطالة 10 و11 مش هنتحمل ده، فإحنا ما صدقنا نعدي في إصلاح مؤشرات اقتصادية. فالامر الثاني انه المواطن كان بيعاني من ارتفاع الاسعار بعد بدايه برنامج الاسعار الاقتصادي. فلو كنا اغلقنا النشاط الاقتصادي معنى كده انه المصانع هتقفل، معنى كده انه الانتاج مش هيطلع، معنى كده انه الاسعار تزيد. وما فيش استيراد لانه المجتمع كله قافل على نفسه، المجتمع الدولي. تقريبا حركه التجاره الدوليه في انخفاض، احنا بنتكلم شهر ابريل كان انخفاض في حجم التجاره الدوليه كان حوالي 4%. شهر اللي بعديه كان حوالي 5%. ده حد اخر لانه بنتكلم على ايرادات كان قناه السويس، لان حركه التجاره العالميه قلت. بالمناسبه ايرادات قناه السويس ما تاثرتش قوي. ما تاثرتش. غريبه مع ان الحركه طيب. في العالم كلها وقفت تقريبا. ده يحسب للاداره الكفؤه للقناه. ويحسب للمشروعات التوسيع والتعميق اللي تم، ويحسب لتنوع في السياسات اللي اتبعت في التعريفه اللي بيتم مراجعتها كل فتره. والمراجعات اللي بتتم مع الاطر المنافسه زي قناه بنما ودنوب افريقيا وغيره. فالحقيقه يمكن ايرادات قناه السويس ما تاثرش، مش مؤثره عليا، لكن اللي اثر عليا بالفعل كان تحولات المصريين والسياحه. ويمكن حتى الان تحولات المصريين مش واضحه قوي التاثير، لكن السياحه طبعا واضحه جدا. لانه السياحه واضحه لانها مش بس بتصب في النادي الاجنبي، لكن بتصب في جيوب الناس. السياحه قطاع من جيب السايح لجيب المواطن، فده مأثر على حركة الاستهلاك، مأثر على حركة الصناعة، عليها أفرع كتيرة يعني، بتشد وراها حاجات كتيرة طبعا، قطاعات كتير. فالحقيقة يمكن